اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي صيصان ذني أفراخ دجاج الزينة الأنواع، يعني هذا مثل الكوشي اللي بلاك مولتيد، هذا موجود من عند ذني الأفراخ مالته، البولش الثعلبي، الوايندوت، الأنواع هذا البالوني، وعندنا أيضا بعد أنواع. يعني احنا يطلع هذا نخليه بالحاضنة المدة مالته مثلا 5 أيام ونبيعه، نعرضه للبيع، سعر التك 10 دولارات نبيعه. يعني هسه كان عندي مثل كمية قبل ذني ينباع، ذني كمية قليلة مثل طالعت عندي. كل الأنواع الدجاجات اللي وضحنا بيهم بالفيديوهات السابقة بيهن، يعني الأمهات، يعني نفس الأمهات أفراخ صيصان ذني عمره 5 أيام ونبيعه، وللعلم كل من وسعره، يعني السعر حسب العمر. مثل هسه هذا ب10 دولارات، أكبر منه مثل ب11 دولار، أكبر منه كوب 15 دولار. هذا أول ما يطلع بالمفقس نخليه بهاي الحاضنة أو كارتونة بسيطة، يعني ما ما عنده حاضنة كارتونة ويخلي لها قلوب، ينطيه أول يوم مي وشكر، وراها ينطيه نطي إحنا التهاب صرة لمدة 5 أيام، يعني لحد أسبوع، يصير عمره 15 يوم 20 يوم. هاي تبقى بعد ورا المربي يتلقح لقاح بالمي، لقاح هاي يسموه، يصير عمره شهر يتلقح عبره، يتلقح لقاح زيتي عبرة تحت الجلد، بالإضافة للفيتامينات. هاي الفيتامينات أو الخضروات يتغذى. هذا أول ما يطلع مثل ما موضح هذا بالتصوير، نعطيه هذا البروتين البلت أول ما يطلع، يعني من يصير عمره يومين يتغذى على هذا البلت الناعم. كل ما يكبر كل ما تقدر تعطيه، من يصير عمره شهر تعطيه اكل بيه تتمن مثل اي شيء تقدر، بس اذا تريد تحافظ على الجماليه مالته والشكل مالته تعطيه اكل خاص بالدجاج مثل البذور او البروتين. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.